مبارك وان شاء الله تكونوا في احسن حال. اليوم غادي نقدم لكم عجينه الطاكوس. انا هذه الوصفه كنديرها شحال هذه وصراحه كتنفعني بزاف لانه كنستعملها لاشياء مختلفه. كنقدر ندير بها بيتزا، كنقدر ندير بها نعمر بها طاكوس. وبالنسبه للاخوات اللي طلبوني على الوجبات اللي يقدروا يديو لولادهم المدرسه، فانا ان شاء الله ما نسيتهمش. اليوم غادي نحضر مجموعه ديال عندي مجموعه تاع الاقتراحات ومجموعه تاع الوصفات وان شاء الله غنشاركها معكم. اول حاجه غنبدا بها هي عجينه التاكوس. هنا عندي 200 غرام ديال دقيق الفرص، ضفت ليه 100 غرام ديال القمح الفينو، غندير شويه ديال الملحه. هنا عندي ياغورت طبيعي، قليل من زيت الزيتون غير شويه، ونبدا نعجنها غير بشويه الماء بارد. الصراحه هاد العجينه كتساعدنا في بزاف ديال الحوايج وكتسهل علينا الاموريه، ما كيكونوش فيها مواد محافظه يعني كتكون ديال الدار. صافي جمعت العجينه ديالي، غنقسمها لكويرات. غير صغار لان انا ما بيتهمش كبار، ممكن ديرهم كبار الى عجبكم، وانا غنديرهم صغار. فانا كورتهم هكا وغنبقى ندير في المايزينا، لان المايزينا كتساعدنا باش غي يتسرحوا ويجيو هشاش. غنخليهم يرتاحوا ومن بعد غنسرحهم بالدلاك ونوريكم كيفاش غنطيبهم. فبالنسبه للاقتراحات اللي غنشارك معكم اليوم بالنسبه للاطفال ديالكم المدرسه، انا فكرت نحضر لكم كيك مالح، حتى هو كيجي ساهل. فبالنسبه للكيك مالح اليوم انا غنديرو بالدجاج، يعني ممكن تحضروه بالطون، ممكن تحضروه بالكفته على حسب اللي متوفر عندكم. هناخد جوج بيضات، انا هنا خديت كميه من الدجاج قطعتها طريفات صغار، شحرتها مع شويه البصله. اول حاجه غنحرك البيض، غنضيف، فهنا درت البيض، غنضيف ليه تقريبا كاس صغير ديال الحليب، وغنضيف ليه 4 كاس ديال الزيت، زيت المائده. نحرك مزيان مع المسحر، هنا غنضيف صدر الدجاج، غنضيف شويه ديال فرماج حمر، يعني ممكن تضيفو حتى فرماج مربع. هنا غنزيد شويه الملحه، عندي هنا 100 غرام ديال الدقيق، ساشي ديال الخميره ديال الحلوه، الخميره الفوريه. صافي هنا غنجمع هاد العناصر كلها. انا اختاريت هاد الليمون فاش غنديرهم ديال السيليكون حيت كبار، انتم على حسب المتوفر عندكم.
يعني ما بغيتش ندير الربيع ولا ندير الزعتره، لانه الاطفال كما كنعرفوا ما كيبغيوش يشوفوا شي حاجه خضراء في الماكله. ولا كنتو بغيت تحضروا من الفطور فممكن تضيفوا شويه الزعتره ولا شويه القزبر. دابا غنبدا نعمر الليمون، ندخلهم الفران يطيبو على درجه 150 تقريبا 21 دقيقه. يعني ممكن نحضرهم حتى للسحور، علاش لا، غيجيو ساهلين. انا الان غنبقى نسرح في هذا خبز تاكوس، بدلك هكا شويه باش يجي شويه رقيق. مره مره كنرش مايزينا لانه كتسهل علينا تدلاك وكيجي خفيف. يعني بحال هكا بحال هاد السمك صافي. وكنستعمر تنكمل الخبيزات ديالي. فانا درتهم هنايا يطيبو في هاد المقلة عندي هاكا مسرحة، نتوما ديروهم في المقلة ديال الرغيف. كنبقى بهاد الطريقة هادي، كناخد شي منديل ونبقى نغرك عليهم. بالنسبه للاقتراح الثاني ديال وصفات الاطفال، فانا هنا خديت بطاطا غنحكها في الحكاكه الجهه الغليظه. فهذه اختاريت ندير عليكم بالصوص باش نلمع شويه. يعني ملي نحك بطاطا كامله نحاول نعصرها مزيان تنخرج منها الماء، نضيف لها شويه ديال الملح والابزار. وانا غنوضعها في هذه المقله صغيره، الا ما عندكمش ديروا، المهم غير الحجم يكون صغير باش تجي الوليدات تجيهم في القياس. فضفت لها شويه الملحه. هنا غناخد المقله غندير فيها شويه ديال الزيت هكا. غناخد هذه البطاطا اللي عندي يعني راه واخا تشوفوها هكا راه دغيا كطيب. غنوضع قياس اللي بغيت ديال الطول. غنوضع فرماج حمر، نشوف المبشور بهاد الطريقة. ونعاود نضيف البطاطا اللي بقات عندي، غنديرها فوق العافية طيب. ومرة مرة نبقى نقلب.
هنا كنخليهم فوق العافيه على نار مهيله باش ديك البطاطا تطيب، لانه ما مسلوقاش. كان عندكم الوقت وبغيتوا تسلقوها ممكن. انا بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش الوقت وبغى يحضروا شي حاجه بسرعه، غطيب على هذه الجهه ونعاود نقلبها ثاني، نقلبها في شي طبسيل ونردها ثاني فوق النار طيب على الجهه الاخرى. بالنسبه للكاليت ديال البطاطا انا زينتها بشويه ديال شرائح الديك الرومي وشويه ديال الفرماج، يعني فتا على هذا الشكل الاطفال كيبغيو هكا شي حاجه اللي كتفكرهم بالامبرغر ولا يعني كيعجبهم هاد الاشكال، ونتمنى يعجبكم حتى نتوما وتجربوه.